ابو الالو. ايوه ابو الكباتن. اهلا بيك ابو الكباتن بتاع الكره. اهلا بيكي. استاذه حنان مفيد فوزي، انا يعني بشكرك طبعا على تواجدك معانا، وهاخد من الكابتن مفيد فوزي زي ما حضرتك قلت كده وقال لي ما تنساش ان حنان بنت مفيد فوزي وامال العمده. فايه اللي اتعلمت منه حنان مفيد فوزي من امال العمده عشان تتعامل بيه مع مفيد فوزي؟ انا عايزه اقول لك يا اسلام، اولا ميرسي قوي قوي للمداخله الجميله دي، وانك انت سمحت لي ان انا ادخل. لا ده شرف ليا. ربنا يخليك. الحوار الممتع ده، عايزه اقول لك انه كوني ان انا بنت مهيد فوزي وامال عمده دي ورطه على فكره، دي ورطه جدا. انت فاهم ان دي حاجه سهله يا اسلام؟ دي مش حاجه سهله خالص يعني. ما انا عارف ان هي حاجه صعبه، بس يعني اكيد يعني انت تعاملتي معاها ازاي؟ والله لما 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 تتولد جوه مدينه انتاج اعلامي منزلي في البيت يعني، واللغه الحوار كلها مفردات اعلاميه وكتابيه وادبيه واذاعيه، تتملي وتتغذى، تتغذى جامد. فانا الحقيقه اتغذيت جدا منهم، لانه طول الوقت كان في مناقشات فكريه، طول الوقت كان في معلومه. يعني بابا بيقول ان انا ما بشتبكش، لكن صاحبه يعني انا ببقى بضيف معلومه. الحقيقه المعلومه دي انا اتعلمتها منهم، ومش بالضروره انها تبقى معلومه مهنيه. الاهم انه انا خدت منهم معلومات كتير قوي انسانيه، والمعلومات الانسانيه دي انا استخدمتها في حياتي واستثمرتها بشكل كويس، ولسه ما زلت بستخدمها وعايشه بيها، لانها ارث يعني ارث محترم وقيم. بناني، بنى دماغي وبنى فكري وبنى انسانيتي وبنى ادميتي لو اقدر اقول كده. يعني الناس ما شافتش مفيد فوزي وهو بيتكلم في الكوره، واول مره يمكن بيتكلم هو دلوقتي عن ارتباطه وعلاقته بكره القدم، وبرضه ما شافتوش داخل البيت وهو بيتفرج على ماتش كوره. فانت اللي هتقولي لنا بقى، هو هل هو بيتعصب اكتر في ماتشات الزمالك؟ هل هو بيتعصب في ماتشات المنتخب؟ ولا هو مفيد فوزي بيتعامل بذكاء وبعقلانيه شديده مع كل المباريات؟ بس هو بيتواصل مع الجمهور وهو بيتفرج، مع يعني بيتواصل مع الجمهور واللعيبه، يعني هو بيتفرج بشكل فيه رشد شديد جدا وهدوء شديد. لكن تلاقيه مثلا ايه، يكلم اللاعب، يا اخي ادخل بقى، يا اخي اعمل بقى، خلاص الجون فاضي اهو، ايه ليه فلتت منك؟ وده بيفكرني زمان لما بيتفرج على افلام عربي، بابا بينفعل مع الفيلم. يعني مثلا افرض مثلا ايه، البيت بيولع وفي جوه طفله مثلا، فيقول ايه، ما حد يدخل البيت علشان يجيب الطفله، لا ما حدش جه لحد دلوقتي ليه؟ يعني انت فاهم؟ تحس ان هو بينفعل مع الفيلم. يعني بابا اكتر يعني موقف يعني في ماتش كوره ما تنساهو يعني ما تنساهوش للاستاذ مفيد فوزي. لا لا لا، لما مصر بتلعب في كاس أمم أفريقية، تحس إن هو كل مشاعره في الملعب، وبيبقى حريص جدا. وبعدين يكلمني أنا يقول لي إيه، تعرفي الماتش الفلاني ده هيتذاع فين؟ يا بابا أنا هعرف منين أنا؟ يعني أنا مش متابعة جيدة يعني. طبعا لما مصر بتلعب كلنا بنتفرج، بس أنا بستعين بقى يعني مثلا لما بيبقى فيه مثلا، على فكرة مش الزمالك بس، الزمالك والأهلي والإسماعيلي. يعني بابا محب للعبة الحلوة، يعني يحب يتفرج على اللعبة الحلوة. ما يعني بدليل وجوده في داخل النادي الأهلي في مباراة الأهلي والترجي الأخيرة، أعتقد إن هو من نابع كبير أستاذ مفيد لمساندة النادي الأهلي اللي بيمثل مصر. نعم،
ده صحيح طبعا، ده في النهايه طبعا. يعني اخر حاجه ممكن تقوليها قبل ما اقفل معاكي، وانا شرف ليا ان حضرتك موجوده معانا، ربنا يخليك يا حبيبي، للكابتن مفيد فوزي والاستاذ الكبير طبعا والعظيم في عيد ميلاده، واللي يعني يا رب يخليهن دايما، يعني مش ليك انت وحدك. اشكرك جدا، وانا هقول له اخر حاجه هو بيحبها جدا، هو بيحب قصيده انا كنت كاتباها له اسمها ياللي الروح مسنودة عليك، ياللي الروح مسنودة عليك، اوعى الايام تلعب بيك، تسرق عمرك وتخليك تقفل بابك والشبابيك، حاسب تغرق شبر الشبر، ويوم ما تقب تصلي الفجر، تشوف الكفر في يوم الحشر، تلاقي الروح مقسومة اتنين، نص شمال والتاني يمين، ولا عارفين السكة منين، أصل الروح مسنودة عليك، يوم ما بتيجي تمد إيديك ليها بترقص من حواليك، فيطلع بدر في ليلة القدر، يوفي الندر من بعد الهجر، يحلي العمر ياللي الروح مسنودة عليك. أستاذة الكبيرة، يعني بنت الكاتب الصحفي الكبير، يعني بعد ما سمعت القصيدة ديت عرفت ان انت فعلا تستحق ان انت تكوني ابنة مفيد فوزي وامال العمدة. اشكرك جدا، وانا بشكرك جدا.